أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا قام شخص من النوم ثم وجد على ثوبه ماء ولا يدري أهو مني أم مذي، وقد سبقه قبل النوم تفكير، فما الحكم والحالة هذه؟ سمعتم هذا في أول جواب في هذه الجلسة، أنه إذا قام من النوم ووجد بللا في ثوبه أو في فراشه أو على بدنه فإنه يلزمه الاغتسال، لأن هذا يكون عن جنابة عن احتلال، ولا يشعر به وهو نائم، لا سيما والسائل يقول سبق نومه تفكير، فهذا يدل على أن هذا احتلال. نعم.